اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أعظم مطالب الدنيا أن يكفيك الله الهم، وأعظم مطالب الآخرة أن يغفر الله لك الذنب، وهما مضمونان في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلامي بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن كعب قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يا رسول الله يعني أكثر، أجعل غالب وقتي صلاة عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك أي في الآخرة. اللهم صل وسلم عليه واجمعنا على حبه. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرا.